دي على فكرة الولاية اللي طلعت منها أول بنت سودة دخلت مدرسة بيد اسمها روزا بارك. الكلام ده سنة 1960، ودي عشان تخش المدرسة البوليس الحكومي زي كده الأمن المركزي زي الأمن الدولة، ثلاث ضباط كانوا اضطروا يروحوا معها عشان الناس ما عشان يفرضوها على المدرسة. والناظر قعدها عنده في المكتب طول السنة عشان ما تندمجش مع الأولاد، كانوا بيعتقدوا ان السود هيبوظوا الدنيا. ولحد دلوقتي ما فيها تفرقة في أمريكا. دي برمنغهام اللي هي بيسموها المكان اللي حصلت فيه، بص تحت كده برمنغهام، ده المكان اللي حصلت فيه حركة السيفل رايتس اللي هي حقوق الإنسان يعني. وده الشاطر اللي احنا شفناه في فلوريدا. ده مكان معلومات عامة، قصدي اللي هو بيديك فكرة عن ثقافة المنطقة يعني. في ثلاث موظفين شغالين والثلاثة بس قاعدين، ما فيش عندهم حاجة غير ال يعني ما Thank you.